وقبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وما تنسوش تدعمونا بلايك حتى نستمر في نشر المزيد إن شاء الله تبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير أحلام مع أخيكم إسماعيل الجعبيري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، أرض جماعة الخير، هنتكلم عن أحلام تدل على الأخبار السارة السعيدة إن شاء الله تبارك وتعالى في المنام. أول رؤية معنا وهي رؤية قراءة سورة ياسين كاملة في المنام. شرط أن تكمل هذه السورة في المنام قراءتها يعني، فهذه الرؤية تبشر بالخبر السار أو السعيد إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية أسنان الرجل الأسود، تعرفين فرقة دائما بيتميزوا بالأسنان البيضاء. لما أشوف إنسان إفريقي أسود وأرى أسنانه وهي بيضاء، هذه الرؤية تبشر على سماع خبر سار وربما تحقيق أمنية كمان. رؤية مجموعة أطفال وهم يضحكون ويبتسمون، هذه الرؤية تدل على سماع خبر سار. السمك المطبوخ وإن كان يدل على رزق ولكن يدل على سماع خبر سار. من الأشياء الجميلة جدا في قضية الأقارب رؤية الخال أو العم، خبر سار أو مناسبة سعيدة إن شاء الله تبارك وتعالى. فستان الزفاف للمرأة الحامل رؤية مبشرة بالخبر السار إن شاء الله تبارك وتعالى. صعود إلى المباني العالية رؤية لها علاقة بتحقيق الأماني وبسماع خبر سار أو مناسبات سعيدة إن شاء الله تبارك وتعالى. والمباني العالية سواء إذا كانت بقى عمارة أو أوتيل أو إلى آخره، أيا كان مكان عالي الصعود إليه رؤية تبشر بالخبر السار إن شاء الله تبارك وتعالى. مرأة مطلقة حينما ترى الشاي في المنام رؤية مبشرة بالخبر السار إن شاء الله. حينما ترى البنت العزباء جرح في قدمها، وإن كانت الرؤية ممكن يعني لما تشوفها تنزعج وتخاف جرح، ولكن هذه الرؤية مبشرة بسماع الخبر السار إن شاء الله تبارك وتعالى. من الرؤية الجيدة جدا أكل لحم الخروف، وإن كان أحيانا تدل هذه الرؤية أو أن هذه الرؤية أحيانا تدل على الرزق، ولكن تدل على سماع خبر السار إن شاء الله تبارك وتعالى. نفس الكلام، وإن كانت تدل على رزق ولكن تدل على سماع خبر السار، وجود الفواكه على المائدة إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية تدل على الخبر السار إن شاء الله تبارك وتعالى. تظهرون في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.